السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع بومرداس، وبالضبط في بلدية قورسو. إذن هنا هذه هي بلدية قورسو، لنقف على مشروع تاع المحطة الجديدة لتحلية مياه البحر، واللي نشوف هنا الموقع تاع هذا والموقع تاع المحطة الجديدة لتحلية مياه البحر، ومن هنا تم إنشاء هذه المنطقة تاع الميناء تاع الساحل لجلب المياه باتجاه المحطة هذه. ونشوف لاحظ انه التهيئة الخارجية غير مكتملة، لانه الصور هنا تعود الى اكثر، يعني تقريب عام عندها حوالي 7 اشهر. اذا التهيئة كانت مازال ما كانت مكتملة، لكن يعني في الوقت الراهن هذه المحطة قد تم الانتهاء من الأشغال فيها وتدشينها من طرف رئيس الجمهورية، هذه مدة أسبوع. إذا سوف نشاهد صور تاع آخر الصور التي تم اتخذت هذا الأسبوع عن هذه المحطة. المهم أنه في الصور هذه تاع جوجل نعرف الموقع نتاع المحطة اللي جاي غرب مدينة بومرداس هنا وشمال مدينة قورسو هنا. إذن هذه هي المحطة نتاع تحلية مياه البحر. أترككم مع الصور نتاع المحطة هذه بعد انتهاء الأشغال بها، والسلام عليكم.